السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في صحة وسعادة. في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي ناخد الدونت تشارت بتاعتنا للنكست ليفل ونعمل مالتي لاير تشارت بتدينا البريك داون بتاع ايتم معينة من التشارت الأصلية. دي داتا الشركة الوهمية اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده في البروجكت بتاع الداشبورد. خلينا نروح على انسرت ون انسرت بيفت تيبل نيو ورك شيت، بريس اوكي. خلينا نحط هنا البيزنس يونتس في الروز والاماونت في الفاليوز، وده زي ما انتم شايفين هيدينا الريفينيو لكل بيزنس يونت. خلينا نعمل كليك يمين نمبر فورمات ونروح على الكاستم فورمات، نختار الكاستم فورمات اللي احنا عملناه قبل كده وندوس اوكي عشان يدينا الاماونت بالمليون، ونروح على انسرت شارتس ونختار من هنا الدونت شارت وندوس اوكي. كليك يمين to remove all the fields وسمي ده revenue per business unit. نروح على الفورمات نشيل الفيل بتاع الشيب ونشيل الاوتلاين برضو، نرفع الليجند دي هنا على الشمال، حرك الدونات شارت شوية في النص وندوس على الدونت تشارت نفسها، بعد كده ندوس كنترول 1 عشان يفتح لنا الفورماتنج. وهنا في الدونت هول سايز دي خلينا نصغر السايز شويه نخليه 55%، وبعد كده رايت كليك اد داتا ليبلز، ندوس على الداتا ليبلز ونروح على هوم نغير الفورمات بتاعها، خلي الفونت ابيض واعملها بولد. بعد كده لو رحنا في البيفت هنا وحطينا مثلا month as a slicer، slicer غير برضو الفورمات بتاعه اللي 3 columns، وغيرنا من هنا الشهر هيدينا الريفينيو لكل بزنس يونت، ودي الدونت تشارت العادية. طيب بافتراض مثلا ان احنا عندنا هنا البيدروم بزنس يونت هو اكتر بيزنس يونت بيدينا ريفينيو 96 مليون من اصل 163 مليون، وخلينا نفترض ان احنا عايزين البريك داون بتاع ال 96 مليون ده، وبدل ما نعمل شارت جديده للبرودكت عايزين نحطها في نفس التشارت. علشان نعمل كده نروح للبيفت بتاعنا وندوس كنترول سي كنترول في نكوبي البيفت، وفي البيفت الجديد ده نشيل البيزنس لاين ونحط البرودكت، واحنا جوه البيفت نروح على انسرت ونختار دونت شارت تاني، برضو نروح على فورمات نشيل الفيل ونشيل الاوت لاين، كليك يمين هايد اول فيلد، نشيل التايتل، نعلم على الدونت شارت وندوس كنترول 1 ونخلي هنا الهول سايز اكبر شويه من الدونت شارت الاوليه، خليها مثلا 65%، وخلينا نحطها هنا فوق الدونت شارت الأولانية ونخليها أكبر منها بحيث تكون مغطياها. احنا عايزين هنا البريك داون بتاع البيدروم بيزنس واللي هو فيه بيد وفيه ووردروب، بس هنا هما مش بالترتيب ده. فلو احنا مثلا عملنا هنا كليك يمين سورت من largest ل smallest هيحط لنا البيد والوردروب في الأول، بحيث ان احنا لو غطينا التشارت الاولانية هنلاقي ان البيد والوردروب بيغطوا المساحة بتاعت البيدروم بيزنس يونت. نعمل برضو كليك يمين اد داتا ليبلز ونفورمات النمبرز، نكبرها تاني. طيب احنا عايزين بس البريك داون بتاع البيدروم برودكتس، مش عايزين بقية البرودكتس دي، نتخلص منهم ازاي؟ هنعلم على الدونت تشارت هنا دبل كليك عشان نختار دي بس ونشيل كل الفاليوز بتاعت الاذر برودكتس، ودبل كليك برضو على الجزء الخاص بكل برودكت تاني، ونروح على الفيل هنا ونخليها نو فيل، نختار تاني برودكت برضو نو فيل نو فيل،
كده فاضل عندنا البيد والوردروب بس. برضو من الليجند هنا ممكن نشيل بقية الليجند، مش محتاجينها. خلينا نعلم عليها تاني ونروح على البوردر ونخليها لو لاين عشان نشيل كل البوردرز، ورايت كليك سنت تو باك. نروح على التشارت الاولانيه ونخلي برضو البوردر نو لاين، نكبر الليجند دي شويه وننقل الليجند بتاعه التشارت التانيه، نحاول نحطها تحت هنا، صغر الفونت بتاعها شويه، نكبر دي شويه. بحيث ان هو يبان ان البيد والوردروب ده جزء من البيدروم. طبعا الكالرز هنا مش مظبوطه، بس خلينا نعلم على التشارت الاساسيه ونروح على ديزاين تشينج كولر، نختار مونوكروماتيك كولر هنا، خلينا نختار مثلا ده، او لو عايزين نغير كولر بتاع كل جزء لوحده نقدر نعمل كده. واحنا لسه معلمين، علم على التشارت وشيل البوردر، نعلم على التشارت الكبيرة هنا ونغير الكالر بتاعها برضو. خلينا نخلي مثلا الجزء دوت، نغير الكالر بتاعه، نخلي مثلا اللون ده، وخلي الوردروب لون أغمق شوية. بعد كده ضمهم تاني على بعض، كبرها شوية، رجع دي back for a minute عشان نعرف ناخد الاتنين copy ونعمل لهم جروب عشان نقدر نحركهم مع بعض. وبعد كده أعلم على تاني chart send to back تاني، أعلم على legend اظبطها. بعد كده لو اخترنا هنا من المانث وغيرنا، هنلاقي ان الداتا دلوقتي بتتغير معانا وبتدينا الريفينيو بتاع البيدروم والبريك داون بتاع التو برودكتس اللي موجودين، اللي هو البيد والوردروب. لو غيرنا الشهر هنلاقي الداتا بتتغير معانا، بتدينا البريك داون للبيزنس يونت والبريك داون جوه كمان البيدروم بيزنس يونت للبيدز وللوردروبس. وتقدروا هنا تستخدموا التشارت دي وتحطوها في اي داشبورد انتوا بتشتغلوا عليها، وتضيفوا السلايسرز اللي انتوا عايزينها. وممكن كمان لو حابين تاخدوها لليفل تاني، لو عايزين مثلا البريك داون بتاع الوردروب ال 2.7 مليون ده عايزين نجيبه بير كونتري، ممكن ناخد البيفت ده نعمل له كوبي ونعمل بيفت جديد ونختار فيه البرودكتس بير كونتري وننسرت دونات شارت جديده ونخليها تغطي بس ال 2.7 مليون. طبعا انا مش هعمل كده عشان وقت الفيديو، انتوا اوريدي فهمتوا الفكره. وبرضه تقدروا تستخدموا الشارت دي في الباوربوينت لو بتعملوا برزنتيشن او حاجه، ببساطه ممكن تاخدوها كوبي وتعملوا لها بيست في الباوربوينت، وهتبقى لينكد للاكسل. لو مش عايزينها لينكد ممكن تعملوا لها بيست از ايمج لو الداتا بتاعتها مش هتتغير. اتمنى تكون التريك دي مفيده ليكم وتساعدكم تعملوا ريبورتس بروفيشنال اكتر. لو عندكم اي استفسارات بخصوص الفيديو ده سيبها لي في كومنت تحت، ولو عندكم اي افكار بخصوص الفيديوهات اللي جايه برضه سيبها لي في كومنت، واحاول ان شاء الله اعملها. واشوفكم في فيديوهات جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.